واحد بيقول انا سيدنا سريع النرفزة واعصابي بتثور بسرعة، ارجو صلي من اجلي. انا طبعا هقول لك نصيحة فأداء احسن تثور علي وسط الاجتماع تفاصيل. ربنا يستر. لازم تعرف ان الغضب بيسبب ليك مشاكل وبيك بتخسر صداقتك مع الناس، مهما كان بتخسر صداقتك مع الناس. يعني الغضب ما يحلش مشكلة، النرفزة مشكلة مش تحل مشكلة، هي نفسها مشكلة. ان ما قدرتش تمنع نفسك من النرفزة على الاقل اسكت، حاول انك تقاوم الغضب وتبقى هادي. في ناس اتولدوا هادئين، يعني لم يبذلوا مجهودا في الحصول على الهدوء، وفي ناس كانوا متأدين جدا واعصابهم شديدة وبقوا قديسين مثل القديس موسى الأسود. مش كان بس بيتنرفز، ده كان أكثر قتلة، ومع ذلك بقى هاتف بالتدريب الروحي وشوف ايه اللي بتغلط فيه. كنصيحة اولى ليك، شوف ايه الاخطاء اللي بتقع فيها اثناء الغضب وحاول تتخلص منها. شوف ايه الالفاظ اللي بتقولها وحاول تتمرن انك ما تقولهاش. في يوم من الايام بص لوشك في مراية وانت غضبان، وهتلاقي نفسك مش طايق وشك، فكم بالاولى بقية الناس لما يشوفوه في ساعة غضبك. ايضا اعرف انك انت بتخلي الناس ياخدوا عنك فكرة سيئة في غضبك انك انسان غير روحي، فبتخسر ايضا من هذه الناحية. ربنا يساعدك انك تترك الغضب، وكثير قوي من الناس كانوا عندهم غضب وتخلصوا منه.